لكم كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الكيك كيجي زوين وهائل واقتصادي وفيه المذاق ديال الليمون، يعني روعه روعه روعه. تبعوا المقادير معايا ان شاء الله غادي ينجح معكم. ندوزوا على بركه الله. عندنا هنا اربعه البيضات درجه حراره المطبخ، عندنا ياغورت يعني ديال المونك، استعملوا هاد النوعيه هذه زوينه ديال المونك. عندنا جوج ساشيات ديال خمارات الحلوى وزن 8 غرام، يعني عندنا هنا 16 غرام. عندنا فاني بودرة بحال راس معلقة، عندنا كاس الزيت، كاس الليمون عصير ماض أو البرتقال، كاس سكر، وعندنا 250 غرام ديال الفوس. نبداو على بركة الله، نبداو بالبيض. بسم الله، هاد الكيك كيجي زوين البنات، يعني جربوه ما غاديش تندموا ان شاء الله. واي حاجه كنحطها لكم يعني كتكون عن تجربه، يعني درتها انا شحال من مره. عرفوا الوليدات كيحما طع الكيك. نديروا الكاس ديال الليمون او البرتقال، كاس ديال السكر سنينه، كاس ديال الزيت، كنضربو الكل بحال هكا كيما كتشوفو. كيما كتشوفو ناخدو كاس ديال دانون أو ياغورت وزن 8 غرام، ناخدو معلقة ديال فاني، غير رويس شوية، طالعة مع الفاني وهاد الليمون، شي حاجة رائعة جدا. كناخدو طحين كنديرو تدريجيا، كما كتشوفو الطحين جاني قليل، غادي نزيد شويه واحد تقريبا واحد النص، يعني ديروا نتوما 300 غرام ديال الطحين، غير شويه 300 غرام. نحيدو دوك الحبيبات ديال الطحين، كما كتشوفو كنكونو داهنين المول ديالنا ديال الكيكة، كنخويو كما كتشوفو طالب، كدزو الفوق على طول خويو. كنقادو سطح العمل باش يجينا الكيك متساوي. كما كتشوفو
من بعد كنكونوا مسخنين الفران، يعني كان الفران ديال الغاز كنشعلوا الفوق والتحت، لا عفوا كان الفران ديال الغاز كنشعلوا التحت درجه الحراره، الا كان ديال الضو كنشعلوا الفوق والتحت 180 درجه وكندخلوا الكيكه. من بعد اخواني ما خرجت لينا الكيكه ديالنا كما كتشوفوا، هي تبارك الله جات محمره جميع الجوانب. عندنا هنا الكونفيتير اللي كتصاوبت معاكم، رجعوا الرابط. وعندنا هنا الفيرميسيل ديال الشوكولات، كناخذوا الكونفيتير وكندهنوا الوجه ديال الكيك ديالنا كما كتشوفوا، كندهنوا الكيك ديالنا بكونفيتير كما كتشوفوا، حاولوا نسقيوه مزيان بالكونفيتير. رجعوا للرابط ديال الفيديو ديال الكونفيتير اللي درت معاكم، غتلقاوه في الصفحه عندي. غنديروا هاد الفيرميسي، كيبقى التزيين اختياري اخواني اخواتي، يعني باش ما بغيتو تزينوا زينوا كما قلت لكم، كيبقى التزيين اختياري باش ما عندكم داك اللي متوفر في الدار زينوا به، عندكم حتى الكوب ديروه. انا متوفر عندي هاد الفيرميسي اللي كنزيد نديرو، تجي الكيكة روعة روعة جدا. انا غنقطع معكم واحد شوية تشوفو وتنال الاعجاب ديالكم. بسم الله، نقطع معكم واحد شوية، كتجي رطبة تبارك الله في المضاد والشيشة. ثم كما كتشوفوا يعني هذاك الليمون، العصير ديال الليمون اللي كدرت معاكم والعصير ديال عفوا ديال دانون، كاز دانون قلت لكم ديال المونك، يعني انتما كما كتشوفوا كتجي كيكه رطبه في المضاد والشيشه كما كما كتشوفوا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، واللي ما مشاركش في قناتي يشارك في قناتي ويفعل الجرس، ونتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، ودعموني دائما بتعليقاتكم الجميله ومشاركاتكم، ونكون خفيفه ظريفه عليكم. واي وصفه الحمد لله كنجربها كندوز عليكم، يعني نتمنى تجربوها وجربوها تنجح معكم 100%، يعني ما كاين لا حتى شي حاجه، يعني الوصفات الحمد لله كيسلطوا. وشاركونا بتعليقاتكم الجميله، وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وتعليقاتكم ما تنساونيش دائما بلايك، دائما لايك لايك، وكتشجعوني بتعليقاتكم باش كنزيد نعطي مازال لقدام. واي واحد دخل عندي نتمنى يفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، ونكون خفيفه ظريفه عليكم، ونكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا ليكم.